تعرف هذا اللي كان يبغى ربط على الأصل فيها ابتداء وأنها من الله زيادة متفقين. لكن الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا بحكمة ولا يشرعها إلا برحمة. طيب هذا أنواع التعبد اللي كنشوفه، ممكن تشوفه بأنها عبثة؟ لا، راه هي سيقة لإصلاح النفس. واحد يصلي الصور، واحد كيركع 40 عام، 40 عام هو كيركع، يطلق هذا يسبو، يطلق هذا يشتمو، يطلق هذا ما يدبس بعد. واش قيمة ديك الشبهة اللي كتهبط الأرض أصلا؟ شنو قيمتها كاع؟ شنو قيمتها؟ واحد ممسك على الصيام، ما هو ما واكلش من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما واكلش، مجوع على راسو، ما خلاش شي واحد الا وجبد له الدين ولا الطاسيه. واش نتوما راسكم نتوما عندكم راسكم مكرفس راسك الحبيبي؟ وعلاش انت مكرفس راسك؟ الله عز وجل هو يتحدث عن العبادات كيقول في القران في, 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 في الصيام، يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ان لم يحدث الصيام عندك تقوى عندك مشكل. في القران يتكلم الله عز وجل على, على, على الصلاه، ان الصلاه تنهى وأنت تأتي الفحشاء والمنكر. إذا كاين مشكل، إما أنت ما كتصليش، إما ديك الصلاة ماشي هي هذيك، وإما أن صلاتك راه تأمرك بالفحشاء والمنكر وهذا محال. وإن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر، وخصك تنهى الفحشاء والمنكر، ولا أن تأتي الفحشاء والمنكر. إذا أتيت الفحشاء والمنكر راه عندك مشكل. وكاين حديث ولكنه ضعيف، ولكن معنى هذه الآية هذيك يختلف الحديث هذا، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أعتذر منكم جدا، أنا ما عندناش وقت كنبدا نهضر وما كاينش اللي يسكن. أعتذر منكم جدا على الإطالة، وأخذني يعني أخذني الكلام، عرفت علاش أخذني الكلام؟ حيت هو يفتح على المتكلم بقدر السامع. أنتم اللي فيكم البركة ماشي أنا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.